البرتغال سجل 5 أهداف. هذا اللاعب اللي أمامنا اللي ابتك الكرة اللي عدى فيها اللي مررها الحمدان فاريو جديدة جديدة يا فاريو جديدة يا فاريو شوف كيف سجلها شوف كيف مرة كرة هلالية عند البريك على طول سالم يحول كرة للبريك الكرة تتحول وتبعث مباشرة وترسل عالية على اقصى الطرف الايسر الى عبد الرحمن غريب مع الكره عبد الرحمن غريب مره عبد الرحمن بره عبد الرحمن عدى يا ولد يا عبد الرحمن يا غريب قلت لك هو عبد الرحمن غريب اللي يقدر يغير شكل الاهلي تماما وغير فرحه الاهلي تماما ويؤمن على الهدف الثالث.